هي كلها ولاية التعمير؟ ولاية التعمير مالهاش أي علاقة بيها. هي المساحة المشتركة أكتر تهديها مع البلد تاني، خصوصا إن هي محاطة المشتركة على يعني حرم الطريق من هنا وحرم الطريق من هنا. أيوة. وبعد كده دي منطقة برايفت خاصة بالأطفال، ودي منطقة برايفت خاصة. صور هيبقى فاصل حلو بين منطقة الصناعة ومنطقة الإيه؟ منطقة الإيه؟ صور كام؟ صور كام؟ لا دخلت.